نشرة مفصلة للأنباء نقدمها من الميادين ومن العاصمة الجزائرية إلى العناوين. أربعة شهداء وأكثر من 20 إصابة بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة عمرو بن العاص في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية يستهدف مسيرة إسرائيلية من نوع هيرون في أجواء البقاع ويجبرها على مغادرة الأجواء اللبنانية ويدك مقر الاستخبارات الرئيسية في قاعدة مشار. أردوغان يقول أن إسرائيل لن تتوقف في غزة وستطمع بأراضي الأردن وسوريا ولبنان وتركيا، وتطبيع العلاقات مع سوريا ومصر يهدف إلى تشكيل خط تضامن ضد هذا التهديد. مدير CIA يقول أن الكيل قد طفح وأنه لا يوجد بديل من التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى. الناخبون في الجزائر يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الرئاسي. المرشحون الثلاثة يشددون على أهمية المشاركة، والسلطة المستقلة للانتخابات تقول إن النسب الأولية معتبرة جدا. فنزويلا تلغي الموافقة الممنوحة للبرازيل لتمثيل مصالح الأرجنتين على خلفية اتهامها باستخدام المرافق الدبلوماسية لأنشطة إرهابية ومحاولات اغتيال الرئيس مادورو. يواصل الاحتلال مجازره في قطاع غزة مستهدفا النازحين في المدارس، حيث ارتقى أربعة شهداء فلسطينيين إثر استهداف طيران الاحتلال مدرسة عمرو بن العاص بمنطقة أبو اسكندر في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. الاستهداف أدى أيضا إلى إصابة العشرات من النازحين الذين احتموا بالمدرسة. وفي سياق متصل انتشلت فرق الدفاع المدني جثامين ثمانية شهداء بينهم ثلاثة أطفال ارتقوا من جراء غارة نفذ الاحتلال في منطقة الحسينة غرب مخيم انصيرات. كما انتشرت الأطقم الطبية جثمان شهيد ونقلت أربعة جرحى من جراء قصف مدفعيين استهدف محيط مدرسة الفردوس في مدينة رفح. الله ينتقم من كل واحد بتفرج علينا وعلى ديارنا. ايش ذنب الاطفال؟ ايش ذنب الاطفال؟ ايش ذنب الشباب؟ ايش ذنب الصبايا؟ ايش ذنب الاولاد الصغار؟ ايش ذنب اللي برضعوا؟ ليش هذا بصير فينا؟ يستحيوا الدول العربيه. يستحيوا، حرام عليهم، يتحركوا، حركهم اغراب البين اللي طصهم طص. يعني قبل قليل تم استهداف هذه المدرسه التي تؤوينا نحن النازحين الذين هربنا من بيوتنا التي تم استهدافها ونحن آمنين فيها، ظنا منا أن هذه المدرسة ستؤوينا وستكون لنا أكثر أمنا وأيوانا وإيواء عفوا. لا يوجد لهذا الكلام أي صحة. قبل قليل تم استهداف المدرسة بصاروخين. المصاحف تبعت المصلى تبعت المدرسة لميناهم بعطلات كلهم على الأرض طيرات مع الضربة. يعني مصلى اللي انضرب وصلوا فيه الناس، مش مكان يعني في مسائل ولا في حاجه، الناس بتقرا قران وبتاخذ دورات في الجامع المدرسه. قاعدين في دورنا طلعنا على صوت الانفجار، ما استفقنا الا ضربين مصلى بصلوا في اهل المدرسه ولا فيها مطلبي وحاجه، والمصاحف كلها هي موزعه ورفعناها على شقه. ايش اللي صار في المدرسه؟ والله ما نعرفين، قاعدين في الدار خبطوا الهواي، خبطوا هوايتين، ما عرفناش وين نروح ولا وين نيجي. قاعدين احنا زيك على الجامع، استفدنا لاي طيارات مش صواريخ مسيرة وحطت المكان هذا والمكان هذاك، وتم اللي صار يعني شهداء ومصابين بدون انذار. انت قاعد بقول لك فجأة ما استفدنا تعمل شبوف. مراسل الميادين شمال القطاع رصد لحظة استهداف الاحتلال منازل في منطقة مشروع بيت لاهية، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء. من شمال غزة محمود العوضية. استهدف
استهداف جديد من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي لمنطقه مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزه، متواجد في هذا المكان مع الاستهداف باكثر من صاروخين لمنزل في هذه المنطقه. نحاول التقدم. يعني في هذا المكان المختط بالسكان المختط بالعائلات أيضا المواطنين في هذه الساعة من النهار هذا اليوم، الاحتلال يطلق عدة قذائف مدفعية وعدة صواريخ على أحد المنازل في منطقة مشروع بيت لاهيا، وهناك خطورة كبيرة من الدخول إلى المكان أو البحث عن مفقودين أو شهداء أو مصابين داخل هذا المكان. الساعة تقريبا 8 صار بقيت في قلب البيت، صارت هواية خديفة، جينا جرينا هنا بسرعة على دار شعلان، دار حرب شعلان، في نفس دخلنا التموا الناس، لما التموا الناس دخلنا جوا نطلع في زلمة عاجز طلعناه ضرب الهواية الثاني، الصوب مجموعة هان بيجي حوالي 15 واحد، بعدها بشوية أجل الإسعافات طلعنا ضربوا ايش دار لبد، بعدها بشوية أبو خمس دقائق ضربوا دار الطنانة، ضرب غاد في إصابات في دار الطنانة، إصابات في دار لبد، إصابات في دار شعلان. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف منازل المواطنين في شمال قطاع غزة في كل صباح وفي كل يوم. بنك أهداف الاحتلال الإسرائيلي الآمنين والأطفال والنساء في منازلهم. هذه الحرب الكاشفة الفاضحة كشفت جميع القوى في المنطقة وفي الإقليم وفي العالم، كل عالم منافق، عالم كاذب، لا ندري ماذا فعل الشعب الفلسطيني. هذا احنا مشكلتنا هي 7 اكتوبر، مشكلتنا منذ 80 100 عام منذ 1917، وسبب مشكلتنا هي بريطانيا التي تدعي حقوق الانسان وتدعي المسؤوليه وتدعي حمايه الافراد. في حد هان تتكرر استهدافات الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، منازل المواطنين، الأماكن العامة، مراكز النزوح، خيام النازحين، كل تحت طائلة الاستهداف الإسرائيلي. محمود العوضية، شمال غزة، الميادين. وكتب القسام نشرت فيديو بعنوان الرسالة القادمة، الإفراج بالصفقة أو القتل بقصف. وتحول مباشرة إلى تل أبيب، وهذه المشاهد لتظاهرات يوم السبت التي تحولت إلى تظاهرات يومية خلال هذا الأسبوع والأيام الماضية، خاصة بعد مقتل 6 أسرى بالقصف الإسرائيلي، وهو ما أحدث تحولا في مسار التظاهرات. نتابع هذه المشاهد من تل أبيب للتظاهرات الأسبوعية، تظاهرات السبت التي تبدو من خلال المشاهد بأنها حاشدة جدا، والتي تطالب الحكومة الإسرائيلية وبنيامين نتنياهو بإتمام صفقة التبادل ووقف الحرب في غزة والإسراع بإعادة الأسرى المحتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة. كما ذكرت قبل قليل، هذه تظاهرات السبت التي دعت إليها هيئة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وهذه التظاهرات خلال الأسبوع الماضي كانت شبه يومية في عدد من المدن فلسطين المحتلة. كانت هناك تظاهرات في القدس
وحاشدة في القدس وكذلك في مدينة تل أبيب وعدد من المدن الإسرائيلية. حجم التضامن مع عائلات الأسرى داخل إسرائيل أصبح كبير، وشنت هيئة عائلات الأسرى وأهالي الأسرى هجوما خلال الأيام الماضية على بنيامين نتنياهو محملين إياه مسؤولية عدم إتمام الصفقة ومسؤولية مقتل الأسرى الستة الذين كانوا أحياء قبل أيام قليلة من مقتلهم بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة. مقتل الأسرى الستة أدى إلى تحول المشهد في داخل إسرائيل، ارتفاع منسوب الانتقاد والهجوم السياسي على بنيامين نتنياهو من قبل شخصيات سياسية وعسكرية وأيضا مسؤولين إسرائيليين سابقين. تحدثوا لوسائل الإعلام العبرية مطولا عن أن نتنياهو هو من يمنع الصفقة حتى الآن. بنيامين نتنياهو خلال الأسبوع الماضي دافع عن نفسه من خلال الظهور 3 مرات في 3 مؤتمرات صحفية أو في خطاب ومؤتمرين صحفيين، أحدهما باللغة العبرية والآخر باللغة الإنجليزية، كان يشرح فيها أهمية محور فيلادلفيا الذي اعتبره بأنه مصيري بالنسبة لأمن ومستقبل إسرائيل. لكن المتظاهرين، هيئة عائلات الأسرى، أعضاء في الحكومة، يواف جالانت وزير الدفاع، أيضا شخصيات سياسية وحزبية، كلها أجمعت على أن فيلادلفيا هو حجة وذريعة يستخدمها نتنياهو لوقف الصفقة. وفي جنوب القطاع ارتقى عدد من الشهداء بقصف إسرائيلي على منطقة عريبة وميراج شمال مدينة رفح. في وسط القطاع ارتقى أكثر من 22 شهيدا في القصف الإسرائيلي الذي تركز على مخيمي صيرات والبريج، هذا في وقت شيع فيه الفلسطينيون مزيدا من شهدائهم. إلى ذلك، رصدت كاميرا الميادين حجم الدمار الذي لحق بأبراج عين جالوت في انصيرات وسط قطاع غزة، حيث استخدمت إسرائيل قوة تدميرية عالية ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير السكان. أحمد غانم جالى بين أبراج عين جالوت ورصد حجم الدمار هناك. هذا البرج هو أحد أبراج عين جالوت في مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين، والتي تعرضت ضمن مجموعة كبيرة من أبراج هذه المنطقة إلى التدمير الممنهج من قبل الجيش الإسرائيلي عند دخوله مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين. هذه نوعية أو إحدى أنواع الصواريخ المضادة للتحصينات، والتي طبعا بطبيعة الحال غير منفجرة، التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في عملية استهداف هذه الأبراج. عموما فإن إسرائيل قد استخدمت قوة نارية هائلة في تدمير عدد كبير من الأبراج السكنية في قطاع غزة، وذلك بهدف استراتيجي وهو تعميق معاناة النزوح لدى سكان قطاع غزة. وطبعا باعتبار أن هذه الأبراج تضم الآلاف من الوحدات السكنية التي يقطنها الآلاف من السكان كمدينة حمد ومدن أخرى، بنيت طبعا بطبيعة الحال بدعم دولي كمدينة الأمير نايف، وكذلك أبراج العودة والندى وبعض أبراج تل الهوى. إسرائيل قامت بقصف العديد من الأبراج، بإنزال 4 أبراج بالكامل، ومن ثم ضرب جميع الأبراج من الطوابق العلوية، مما أدى إلى النسف بالكامل 150 شقة سكنية. طبعا أخلت هذه المنطقة عدة مرات إلى محافظة رفح وخان يونس ودير البلح في مناطق متفرقة في قطاع غزة. كانت إسرائيل تجبر المواطن الفلسطيني بأن يهاجر من منطقة إلى منطقة، ولكن إرادة شعبنا الفلسطيني، مصرين أبناء شعبنا الفلسطيني على أن يبقوا مستمرين في بيوتهم. كما تشاهدون في الصورة فإن حجم الدمار هنا كبير للغاية، عدد كبير من الأبراج دمرها الجيش الإسرائيلي خلال هذا العدوان،
وبطبيعة الحال فإن معظم سكان هذه المنطقة قد غادروا هذا المكان، ولكن ثمة أيضا أبراج أخرى كهذا المبنى الذي تعرضت طوابقه العليا إلى قصف إسرائيلي عنيف دمرت إسرائيل عددا من طوابقه، ولكن الناس لم يجدوا مكانا يتوجهون إليه، لذلك عادوا ليسكنوا فيه رغم المخاطر الكبيرة الناجمة عن ذلك. من أبراج عين جالوت، أحمد غانم، الميادين. وفي جديد اعتداءات الاحتلال الوحشية بحق الأسرى، كشفت صحيفة هارتس في شريط مصور نشرته عبر موقعها مشاهد مسربة مما يسمى الجناح الأمني في سجن مجدو. المشاهد تظهر التنكيل بالأسرى الفلسطينيين واستخدام الكلاب لإذلالهم. المقطع المصور أظهر إجبار الفلسطينيين على الانبطاح على الأرض مكبلي الأيدي خلف ظهورهم، بينما يمر أحد السجانين بكلب فوق رؤوسهم. صحيفة نقلت عن أسرى في سجن مجدو أن السجانين يأخذونهم إلى أماكن لا كاميرات فيها ويعرضونهم للضرب في أماكن حساسة. وفي اتصال مع الميادين، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس ضرورة التصدي لممارسات الاحتلال من خلال حركة نشطة ومكثفة في كل الأراضي الفلسطينية. كل مؤسسات دولة الاحتلال متورطة في هذه الجريمة، وليس الأمر مرتبطا بإيتمار بن غفير، بل الحكومة الإسرائيلية برمتها، الجيش والشرطة وجهاز الشباك الإسرائيلي، وكذلك ما يسمى القضاء الإسرائيلي. بالتالي الدولة كلها متورطة. أن يقوم أحد العاملين في مصلحة السجون وبكل وقاحة ليقول أنهم يفعلون ذلك، وبالمناسبة هذا الذي رأيناه في الفيديو لا يعكس حقيقة ما يواجهه الأسرى يوميا. يواجهون ما هو أفظع وما هو أبشع وما هو أكثر وحشية. إلى جبهة الإسناد اللبنانية، حيث أعلنت وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية تصديها لمسيرة إسرائيلية من نوع هيرون بصاروخ أرض جو في أجواء منطقة البقاع، ومنعها من تحقيق أهدافها وإجبارها على مغادرة الأجواء اللبنانية. المقاومة أعلنت أيضا استهداف مقر الاستخبارات الرئيسي في قاعدة ميشار بصلية من صواريخ الكاتيوشا، وقصف انتشار لجنود الاحتلال في محيط مستوطنة منوت بالأسلحة الصاروخية ومواقع حد بيارون والمرج والراهب بقذائف المدفعية، وأكدت قصف الأجهزة التجسسية في موقع مزقاف عام وقاعدة جبل نيرية، وهي مقر قيادي كتائبي تشغله حاليا قوات من لواء جولاني بصليات من صواريخ الكاتيوشا. إلى جنوب لبنان، ومن هناك مراسل الميادين حسين السيد حسين. أولا تضعنا في تفاصيل ما جرى هذا اليوم والتصدي للمسيرة الإسرائيلية وطردها من الأجواء اللبنانية، وكذلك تطورات المشهد العسكري على الحدود. نعم بالفعل، ولكن نبدأ من التطور الأبرز المتمثل بالاعتداء الإسرائيلي على فرق الدفاع المدني هنا في جنوب لبنان، تحديدا غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة تابعة للدفاع المدني، هي سيارة إطفاء في محيط بلدة فرون، أدى ذلك إلى ارتقاء 3 شهداء وجرح أيضا رجلا إطفاء في هذا الاعتداء الإسرائيلي المباشر على فرق الإطفاء في جنوب لبنان. طبعا هذا ليس الاعتداء الأول على هذه الفرق، سواء الإطفاء أو المسعفين، 21 مسعفا ارتقوا منذ بداية هذه المواجهات في اعتداءات إسرائيلية مباشرة على هؤلاء المسعفين. لعل أبرز المجازر بحق المسعفين نفذت في الهبرية
تحديدا 7 مسعفين ارتقوا في غارة إسرائيلية على مركزهم في الهبرية. إذن هذا عن آخر الاعتداءات الإسرائيلية التي تقابلها المقاومة. نتوقع في الساعات المقبلة تثبيت المعادلة القائمة، استهداف مستوطنات جديدة وإدخالها إلى نطاق نيران المقاومة مقابل هذه الاعتداءات الإسرائيلية بحق المدنيين. إذن ننتظر الساعات المقبلة وما قد تحمله من تطورات. حتى الساعة تبنت المقاومة الإسلامية 10 عمليات حتى هذه الساعة. نحن نتحدث عن تصعيد كبير في العمليات من قبل المقاومة الإسلامية في لبنان. آخر العمليات نفذ بأسراب من المسيرات الانقضاضية باتجاه مقر مستحدث للفرقة 91 في إليت هشاحر. هذه المستوطنة التي تبعد عن الحدود نحو 10 كيلومترات تقع شمال. هذه الصور هي لما ذكرته قبل قليل، المسيرة الانقضاضية التي انقضت على موقع ليتها شاحر، وهذه الصور للمسيرة وهي تصيب الموقع بشكل مباشر. تفضل حسين. بالفعل هو مقر مستحدث للفرقة 91 تستهدفه المقاومة في إطار ردودها على الاعتداءات الإسرائيلية. ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية هذه المشاهد وقالت أن عددا من المسيرات سقطت في المنطقة. إذا نتحدث عن استهداف مباشر فشلت معه مجددا الدفاعات الجوية الإسرائيلية في اعتراض هذه المسيرات التي تخرق الأجواء وتذهب إلى العمق. نتحدث عن مسافة 10 كيلومترات عن الحدود. أيضا المقاومة نفذت عمليات في إطار ردودها باتجاه مواقع ومقار قيادية. نتحدث عن مشار شمال صفد تقع على عمق نحو 12 كيلومترا، هي مقر للاستخبارات العسكرية قصفتها بصليات صاروخية مكثفة. وأيضا كان هنالك اعتراف من وسائل الإعلام الإسرائيلية بسقوط صواريخ. أيضا في جبل نيريا في الجليل الأعلى على عمق نحو 5 كيلومترات قصفت المقاومة الإسلامية كذلك الأمر هذه القاعدة الإسرائيلية. ووصولا إلى الجليل الغربي في محيط مستوطنة مانوت في الجليل الغربي على عمق 6 كيلومترات قصفت المقاومة تجمعات لجنود الاحتلال في إطار ردودها في هذه العمليات الأربع التي نفذتها حتى الساعة باتجاه الردود المتواصلة على هذه الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية. طبعا كان لافتا أيضا التبني المقاومة عملية باتجاه يعني إطلاق صاروخ دفاع جوي باتجاه مسيرة من نوع هيرون في أجواء البقاع. طبعا هذه المسيرة هي مسيرة مسلحة، وبالتالي قالت المقاومة أنها منعتها من تنفيذ مهامها في أجواء المنطقة، أطلقت عليها الصاروخ ما دفعها إلى التراجع. أيضا استكملت المقاومة عملياتها باتجاه المواقع الحدودية، موقع الراهب تحديدا تم قصفه بالقذائف المدفعية، موقع حدب يارون المقابل لبلدة يارون في القطاع الأوسط، موقع المرج الإسرائيلي قصف كذلك الأمر، تجهيزات تجسسية في موقع مسكاف عام، ووصلت نيران المقاومة إلى موقع السماقة. أيضا يبدو لافتا في هذا الاتجاه باتجاه العمليات التي انطلقت من لبنان، العملية التي تبنتها السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي باتجاه موقع رويسات العلم، هذا الموقع الإسرائيلي في تلال فرشوبة المحتلة. طبعا هذه ليست العملية الأولى التي تنفذها سرايا المقاومة، نفذت العديد من العمليات خلال أيام هذه المواجهة تحديدا باتجاه هذا الموقع، باتجاه موقع رويسة القرن في مزارع شبعة، وأيضا باتجاه موقع الراهب. لذلك هي مشاركة في ومنخرطة في العمليات، لها وجود عسكري منذ 8 أكتوبر هنا في جنوب لبنان، قدمت العديد من الشهداء، واليوم تستكمل هذه العمليات باتجاه المواقع الإسرائيلية. إذن نصبح أمام 10 عمليات للمقاومة، عملية للسرايا اللبنانية، وأيضا ننتظر ما تبعات الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين ولفرق الإطفاء. وكما قلنا هذه المعادلة القائمة باستهداف مستوطنات جديدة لم يتم إخلاؤها من قبل، بالتالي مزيد من التهجير للمستوطنين الإسرائيليين، مزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية من خلال هذا التهجير وقصف المستوطنات نفسها، بالتالي إلحاق خسائر مادية وبشرية في صفوف هؤلاء المستوطنين. إذا نتحدث وننتظر ونتوقع خلال الساعات المقبلة تصعيدا من قبل المقاومة كما تعودنا خلال الأيام الماضية. أيضا في المقابل وبالحديث عن الاعتداءات الإسرائيلية كما ذكرنا كان أبرزها هذه الغارة، عدا عن غارتان على أطراف بلدة كونين في القطاع الأوسط، غارتان على أطراف بلدة قبريخة كذلك الأمر، غارة مسيرة إسرائيلية باتجاه الوزاني، وأيضا عدد من الاعتداءات بالمدفعية الإسرائيلية تركزت في القطاع الغربي على أطراف بلدة طرحرفة، في القطاع الأوسط على أطراف بلدة عيت الشعب، وهنا في القطاع الشرقي على أطراف بلدة كفر شوبة كذلك الأمر. كان هنالك إلقاء لقنابل حارقة في أطراف بلدة شكرا على كل هذه المعلومات حسين السيد مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من جنوب لبنان.
إلى جبهة الإسناد اليمنية، حيث تحدثت القيادة الوسطى الأمريكية عن تدمير مسيرة ومركبة لحركة أنصار الله في اليمن. القيادة قالت إن المسيرة والمركبة مثلتا تهديدا واضحا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن في المنطقة. الإسناد اليمني لغزة يتعاظم يوما بعد آخر ويفرض حصاره الاقتصادي الخانق على إسرائيل، وذلك باستهداف السفن في البحر الأحمر وبدقة عالية في ظل فشل وتخبط تحالف واشنطن في إيقاف العمليات اليمنية أو حتى الحد منها. تقرير عبد الله الفرح. إنه الفشل الأمريكي مكتمل الأركان تتحدث عنه الأقطاب الكبرى، دفع خصوم اليمن إلى تبني المخالطة من قبل القوات الأوروبية والأمريكية في البحر الأحمر في شأن سفينة سونيون التي وافقت صنعاء على سحبها إلى أي جهة من دون الدخول في نقاش حول الآليات لكونها تتعلق بالطرف الآخر. قابل ذلك تهويل وتعنت ورفض مبطن لسحب السفينة العائمة في مكانها منذ استهدافها في 22 من آب أغسطس الماضي. دول العدوان كانت تعتقد بأن أنا سنرفض الطلب وتحملنا أمام العالم المسؤولية، فحينما قوبل الطلب بالموافقة رفضوهم، وهذا هو شأنهم. التخبط الأمريكي في رواية الأحداث في البحر الأحمر مستمر. تصريحات جديدة تتهم صنعاء باستهداف ناقلة نفط سعودية نفتها الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، التي أكدت أن سفينتها التي تقل نحو 2 مليون برميل من النفط كانت تمر قرب السفينة اليونانية بلولاغون في البحر الأحمر عندما كانت الأخيرة تتعرض لهجوم جوي، وأن سفينتها أمجاد عبرت إلى وجهتها بسلام. هذا النفي السعودي أكد وعزز تصريحات الجيش اليمني بأن أهدافه دقيقة ومعدل الخطأ صفري في كل عملياته البحرية. العدو الأمريكي دائما هو يلجأ إلى أساليب رخيصة، يلجأ إلى أساليب إما تورط الدول الأخرى أو تورط أوروبا. بعد أن فشلت أو أن اليمن أفشلت كل التحالفات التي كان يريد الأمريكي أن ينشئها في البحر المتوسط أو البحر الأحمر. الهزيمة لما يسمى تحالف الازدهار عززته البحرية اليمنية بظهور مقاتليها على ظهر السفينة اليونانية سونيون، رسالة قرأها العالم بالفشل الاستراتيجي لتحالف واشنطن. يؤكد اليمن أن عملياته البحرية مستمرة ودقيقة، ويكشف للعالم فشل القوات المشتركة في البحر الأحمر، ويحذر الشركات والسفن من اختراق القوانين، وإلا فمصيرها كسفينة سونيون التي فشل الأمريكي في إنقاذها وفشل أيضا في مجرد سحبها من البحر الأحمر. من العاصمة اليمنية صنعاء، عبد الله الفرح، الميادين. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل تخطط لاحتلال الضفة الغربية ولن تتوقف عند غزة. وفي كلمة متلفزة أكد أردوغان أن إسرائيل ستطمع بالأردن وسوريا ولبنان وتركيا بعد احتلالها رام الله، مضيفا أن الخطوات الجديدة التي تتخذها تركيا حيال تطبيع العلاقات مع سوريا ومصر تهدف إلى تشكيل خط تضامن ضد التهديد التوسعي المتزايد، وأن الخطوة الوحيدة التي يمكن أن توقف الإرهاب الإسرائيلي هي التحالف بين الدول الإسلامية، معتبرا أن المرحلة الجديدة التي بدأتها تركيا مع مصر ستعود بالخير على غزة وفلسطين. إذا استمرت إسرائيل على هذا المنوال فبعد احتلالها رام الله سوف تحول أنظارها إلى مكان آخر، وسوف يأتي دور الدول الأخرى في المنطقة من لبنان إلى سوريا، وسوف تركز أنظارها على أرضنا بين الفرات ودجلة. الوقوف ضد ممارسة إسرائيل إرهاب الدولة واجب إسلامي وإيماني بالنسبة إلينا مثلما هو قضية وطنية. أكد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز مواصلة العمل بأقصى الإمكانات مع الوسطاء الآخرين بشأن وقف إطلاق النار في غزة، لأنه لا يوجد بديل مناسب. كبير المفاوضين الأمريكيين أشار إلى أن ثمة عملا بشأن بنود وصيغ مبتكرة للتوصل إلى مقترح يرضي طرفي النزاع وفق تعبيره، وأضاف أن الأمر يتعلق بالإرادة السياسية.
سنواصل العمل بأقصى ما نستطيع مع الوسطاء الآخرين بشأن وقف إطلاق النار في غزة، لأنه لا بديل من التوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. نعمل على مقترح يتوافق عليه الطرفان، ونأمل أن يتم ذلك في الأيام المقبلة، وهذه مسألة إرادة سياسية. على قادة الجانبين تقديم تنازلات وتاليا الاعتراف بأن الكيل قد طفح، وآمل بشدة أن يتخذ كلا الطرفين القرار، وسنجعل هذا مقترحا أكثر تفصيلا، وآمل أن يكون ذلك في الأيام القليلة المقبلة ثم سنرى. شارك عشرات آلاف البريطانيين في مسيرة احتجاجا على استمرار الحرب على غزة، وطلب المشاركون فيها أطلقوا شعارات تطالب بوقف العدوان على غزة وبحظر شامل لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل. تقرير موسى سرور. عاد الزخم المناصر لغزة بقوة إلى الشارع البريطاني، حيث احتشد عشرات الآلاف في مسيرة انطلقت من وسط العاصمة وانتهت عند أبواب السفارة الإسرائيلية في لندن، احتجاجا على استمرار الحرب على غزة، مطالبين إسرائيل بعدم إشعال حرب في الشرق الأوسط. تركيزنا على السفارة الإسرائيلية هو بسبب إصرار حكومة نتنياهو على الاستمرار في حرب الإبادة، ليس فقط ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، بل أيضا على عموم شعوب الشرق الأوسط. لم تنجح محاولات الشرطة في فرض قيود على هذه التظاهرة ومنعها من الوصول إلى السفارة الإسرائيلية، فتحت إصرار المنظمين تراجعت الشرطة، وسجلت بذلك الهيئات الداعية إلى التظاهرة انتصارا آخر يضاف إلى الإنجازات التي حققتها سلطة الشارع، التي تتمثل في تراجع الحكومة عن بعض القرارات المتعلقة بإعادة تمويل الأنروا وتعليقها بعد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، فضلا عن تأليف تكتل برلماني باسم غزة يقوده زعيم المعارضة السابق جيرمي كوربين. لقد حاولت الشرطة أن تفرض قيودا على التظاهر، لكنها تراجعت بسبب علمها بتداعيات هذه القيود عليها في المستقبل، فضلا عن عدم قدرتها على اعتقال مئات آلاف الأشخاص المشاركين في التظاهرة. نحن في التحالف المستقل نعمل معا في عملية التواصل مع وزير الخارجية ورئيس الحكومة البريطانية، ونريد أن ندعم الحكومة في تغيير موقعها من الداعم بالكامل لإسرائيل إلى موقع يكون أكثر توافقا مع القانون الدولي. وتشهد بريطانيا استهدافا لقادة الحركة المتضامنة مع فلسطين، سواء من خلال حملة الاعتقالات التي طالت صحفيين وناشطين، وصولا إلى استهداف طلبة من خلال فض اعتصامهم في حرم الجامعات. استمرار التظاهرات الشعبية الداعمة لفلسطين على مدى عام حول بريطانيا إلى واحد من أهم مراكز احتضان الحركة المتضامنة مع فلسطين المؤثرة في العالم، وهو أمر أثار قلقا جادا للسلطات في بريطانيا ولإسرائيل على حد سواء. موسى سرور، لندن، الميادين. وإلى الجزائر، حيث تتواصل الانتخابات الرئاسية فيما وصف بيوم الحسم الانتخابي. ننتقل الآن إلى العاصمة الجزائرية مع الزميلة فتون وفريق عمل الميادين للوقوف عند آخر تطورات المشهد الانتخابي. تفضلي فتون. شكرا لك كمال. نافذة جديدة مشاهدين من تغطيتنا رئاسيات الجزائر نقدمها لكم من هنا، من حيث هذه الإطلالة على خليج الجزائر، حيث يلتقي البحر المتوسط بشواطئ هذه المدينة العريقة في أسفل المشهد. يمتد هذا الخليج ليشكل لوحة طبيعية خلابة
كما ترون تحيط بها المحميات كل هذه المساحات الخضراء من جبال وتلال. تاريخيا كذا هذا الخليج يشكل بوابة حضارية لهذه المدينة وجسرا لكل الاتصالات على المستوى التجاري للجزائر. إذن من هنا سنقدم هذه النافذة في يوم الانتخابات الجزائرية، حيث أنه مع مواصلة الناخبين الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد، اعتبر رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن النسبة الأولية للمشاركة داخل البلاد وخارجها تعد معتبرة جدا، مع ارتفاعها إلى 13.11% في الداخل وإلى 16.18% في الخارج حتى الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي. المرشحون الثلاثة أدلوا بأصواتهم مع بداية اليوم الانتخابي، حيث اقترع المرشحون المستقل منهم عبد المجيد تبون في أسطاوالي بالعاصمة، وأكد أن الحملة الانتخابية كانت نظيفة وأعطت صورة جيدة للعالم، وأمل بأن تمر الأمور بسلاسة في هذه الانتخابات. الداخل والخارج راه يتابع في الجزائر، مش من اليوم فقط، الداخل والخارج شافوا أن الحملة الانتخابية كانت حملة نظيفة جدا، الفرسان الثلاثة كانوا في المستوى وأعطوا صورة مشرفة جدا للجزائر وللديمقراطية في الجزائر، وأتمنى إن شاء الله أن تكون قدوة للناس الآخرين بحول الله. رسالة للخارج، أنا قلت لك رسالة للخارج، الجزائر جزء لا يتجزأ من العالم العربي والإفريقي ومتوسطي، وراهم كل يتابعوا، وإن شاء الله الأمور تفوت بسلاسة وتفوت بكل ديمقراطية. أما المرشح عن جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش فأكد أن صناعة المستقبل تبدأ اليوم بالخروج عن سياسة العزوف والمقاطعة والتصويت بقوة. رسالتي لكل الجزائريات والجزائريين الذين لم يدلوا إلى هذا الوقت بأصواتهم، نقول لهم يمكن لكم أن تساهموا في صناعة مستقبلكم إن خرجتم بقوة وصوتتم لصالح مشروع التغيير، لصالح مشروع التغيير، لصالح مشروع إعادة بعث الأمل وإعادة بعث الثقة في المجتمع الجزائري. من جانبه أكد المرشح للرئاسيات عن حركة مجتمع السلم عبد العالي حسان الشريف خوض الاستحقاق بكل مسؤولية، وأنه سيقبل أي نتيجة يفرزها الاقتراع. نحن نأمل أن يذهب الشعب الجزائري اليوم بقوة إلى صناديق الاقتراع، وندعو الشعب أن يخرج إلى التصويت وأن يسعى إلى أن يفرض اختياره وأن يسعى إلى أن يقدم رأيه في هذه الانتخابات، لأن خروج الشعب وخروج الناخبين وارتفاع نسبة المشاركة من شأنها أن تركز أو أن تثبت شرعية هذه الانتخابات، ومن شأنها أن تؤكد شرعية التلاحم الشعبي مع الرئيس القادم، لأننا في عالم يحتاج إلى تلاحم قوي بين السلطة والشعب. الاطلاع أكثر على مجريات الاقتراع في هذا اليوم ينضم إلينا الزميل سفيان الركشي من مدرسة زينب أم المساكين، وزميل سليم بوزيدي من حي حسين داي. أهلا بكما، أبدأ معك سفيان وأستطلع منك حتى هذه الساعة كل ما يجري في إطار هذه الانتخابات واليوم الانتخابي الطويل، وأيضا على نسب الانتخابات حتى هذه الساعة. نعم فتون، يوم انتخابي طويل وشاق وحار، ولكنه يوم تاريخي في صفحات تاريخ الجزائر الديمقراطية والسياسية، والشعب الجزائري يتوجه بكل طواعية وحب وانصهار في هذا الوطن لاختيار رئيسهم لخمس سنوات من الحكم، هي جديدة ومستمرة ومتواصلة في حماية المكاسب التي حققتها الجزائر على كل الصعد،
السعودي الاجتماعية والسياسية والدبلوماسية. هذا البلد عندما يختار رئيسه يشد انتباه ويشد اهتمام العالم بمحيطه المغاربي وكذلك عمقه الإفريقي. هذا البلد عندما يختار رئيسه يعني تحضر له كل الظروف من أجل انتخابات ناجحة ومحترمة للقانون ولأداء الديمقراطي وحق الشعب في اختيار من يمثله بدون أي ضغط أو توجيه. شهدنا نسبة إقبال معتبرة منذ الصبيحة إلى حد الآن، يعني رئيس السلطة المستقلة للانتخابات سيد محمد شرفي تحدث عن نسب مبدئية تجاوزت 13% في الساعات الأولى منذ قبل منتصف النهار. اليوم نحن في فترة الزوال، زاد الإقبال كما تشاهدون، حتى من أتى مع عائلاته كما لاحظنا قبل لحظات. إذن الجزائريون حتى في طباعهم الانتخابية وفي سلوكهم الانتخابي دائما يتوجهون في الساعات الأخيرة وفي ساعات الزوال نحو الصناديق. نحن بحكم يعني تغطيتنا لمختلف المواعيد الانتخابية في الجزائر خبرنا هذا السلوك، فعادة ما ترتفع نسبة الإقبال والمشاركة في الساعات الأخيرة التي تنتهي في حدود 7 بالتوقيت المحلي للجزائر، ومرتقب جدا ومحتمل أن ترتفع هذه الساعة، ساعة الانتخابات، إلى 2 ربما، وتمدد لإعطاء فرصة أكبر للمواطنين المترددين من أجل أن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع ويختاروا رئيسا للبلاد. وذلك لأن السلطة القائمة والحالية والتي تشرف على تنظيم هذه العملية المفصلية بالنسبة لها تراهن على نسبة المشاركة. نسبة المشاركة هي شرعية أكبر للرئيس المقبل للجزائر، هي موقف أقوى للجزائر في المحافل الدولية وفي الداخل، هي حماية للعملية الديمقراطية الجزائرية التي تتعرض في كل مرة إلى انتقادات وتحرشات ومزايدات وتشكيك، كما قال وزير الاتصال ضيفنا أمس بشاشة الميادين. الجزائر إذن تريد أن تكون هذه الصورة، صورة الإقبال على الصناديق، صورة الطوابير، صورة أداء الواجب الانتخابي، صورة يعني التمسك بالبلد وبالأرض، هي تكون للداخل وللخارج، كما طرحنا السؤال في صباحة اليوم على الرئيس المترشح عبد المجيد تبون، وهو أكثر المترشحين وأوفرهم حظا لمواصلة في ولاية رئاسية ثانية مقارنة بالمترشحين الثانيين السيد حساني والسيد أوشيش، اللذان قدما حملة انتخابية وربما قد تصنف الأرقى والتي هي لم تسجل ولا خرقا بالنسبة للقانون وبالنسبة للقوانين المشددة التي انتهجتها السلطة المستقلة في الانتخابات، خاصة على مستوى محاربة الخطاب الدعائي أو المخطاب أقول الجارح أو الهجوم على مرشح على الآخر. الرئيس تبون ثمن هذه الحملة الانتخابية وكذلك جدد العهد بالنسبة للجزائريين بأن تمر هذه الانتخابات بسلام وأن يختار الجزائريون من يرونه مناسبا للمرحلة المقبلة. إذن الرهان اليوم في المرحلة المقبلة والنظر وكل الأنظار متوجهة إلى السلطة المستقلة التي تقع عليها الآن الدور بعد غلق الصناديق في عملية الفرز التي عادة ما تستمر طوال الليل حتى الساعات الأولى من الصباح لتعلن النتائج غدا في مؤتمر صحفي ينشطه رئيس السلطة المستقلة للانتخابات السيد محمد شرفي في قصر الأمم، ويعلن النتائج بالتفصيل. الجزائر بلد كبير، قارة فيه أكثر من 2 مليون كيلومتر مربع، أكثر من 58 محافظة، أعداد ضخمة من المكاتب، من الصناديق المتنقلة، من الجالية، تجمع في مركز بأحدث التقنيات من الاتصالات ومن استقبال المعلومات، ثم توزع على يعني لجان متخصصة في الإحصاء إلكترونيا، ثم تعلن النتائج المؤقتة والنتائج النهائية تعلنها المحكمة الدستورية. نعم، ننتقل الآن إليك سليم بوزيدي، نستطلع وإياك أيضا الوضع الانتخابي من حيث أنت في منطقة أو حي حسين داي، ونسألك أكثر كيف ترصد سير العملية الانتخابية من هناك؟
نعم نعم فتون، نحن الآن في حي حسين داي الشعبي وهو من أكبر الأحياء الشعبية في الجزائر العاصمة. هذا الحي طبعا المعروف أولا بنواديه الرياضية الكبيرة وأيضا بأن نسبة الشباب هي النسبة الأكبر في هذا الحي. في هذا المركز الانتخابي فتون لاحظنا أن عدد الناخبين قد ازداد بشكل واضح خاصة منذ ساعة منذ قدومنا إلى هذا المركز، وهو كما قال الزميل سفيان ما قد يدفع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ربما بعد دقائق لإعلان عن تمديد ساعات الانتخاب إلى ساعة أو ساعتين بحسب ما تسمح به قوانين طبعا الجزائرية. لكن أيضا ربما من المفيد أن نتوقف عند بعض الملاحظات المتعلقة ب مسألة البيانات التي أصدرتها السلطة المستقلة للانتخابات. أولا البيان الأول وهو عندما أشارت أن بإمكان الناخبين الذين لم يجدوا أسماءهم في قوائم الناخبين بإمكانهم التصويت طبعا من خلال الرقم الموجود في بطاقة الانتخاب. يكفي أن يبين الناخب الرقم الموجود على بطاقة الانتخاب فيتم توجيهه مباشرة إلى المركز المعني. أما البيان الثاني التي أصدرته السلطة المستقلة للانتخابات فهو مرتبط بأن بإمكان الناخبين أيضا من لم يستطيعوا الحصول على بطاقة الناخب يكفي أن يتم استظهار إما بطاقة التعريف الوطنية أو حتى جواز السفر الجزائري مما يسمح للناخب بإدلاء صوته. كل هذه البيانات والإجراءات تصب في أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تسعى أن تقوم بتسهيل عملية الانتخاب للمواطنين الجزائريين هنا في الداخل أو في الجالية الجزائرية في الخارج عبر ممثليات القنصلية الجزائرية في مختلف دول العالم، خاصة أن الآن نحن أمام انتخابات طبعا تكاد تكون استثنائية. وهذه العبارة ليست على سبيل المبالغة فتون عندما نقول أننا نتابع عمليات الانتخابات في الجزائر سواء الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات البرلمانية أو الانتخابات المحلية. هذه الانتخابات تتجه إلى أن تكون علامة فارقة في الاستحقاقات الانتخابية تحديدا الانتخابات الرئاسية. لماذا هذا الكلام؟ أولا الملاحظة التي يمكن أن نشدد عليها أنه نادرا ما يحدث أن تشهد الانتخابات الرئاسية في الجزائر غياب حالات احتجاج أو تظلم من قبل هذا المرشح أو ذاك أو من هذا الحزب أو ذاك. وفي بعض الأحيان ما قد تحدث بعض ربما الأحداث المثيرة للقلق خاصة في بعض المراكز حينما حدث مرات تم إغلاق مراكز بالكامل أو حدوث حالات شغب وإن كانت غالبا ما تكون حالات محدودة جدا لكن موجودة. هذه الانتخابات الرئاسية الانتخابات السابع وسبتمبر فوتون لم تسجل لحد الآن أي حادث يذكر ولم تبلغ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على أي حادث مهما كان صغير. ويمكن الاستنتاج من خلال الخطابات أو المواقف التي أطلقها المرشحون الثلاث وتحديدا مرشحي المعارضة المرشح حركة حمص السيد شريف أو عبد العالي حساني شريف وأيضا المرشح يوسف أوشيش عندما قالا اليوم صباحا عقب الإدلاء بصوتيهما أننا أمام انتخابات استثنائية لجهة الخطاب السياسي الراقي من كل الجميع. وهذه إشارة ليست إشارة عابرة أو إشارة تفصيلية، نحن نتحدث فتون على أن موقف المعارضة عندما يأتي متناغما مع هذه الأجواء الإيجابية التي عاشتها الجزائر قرابة 21 يوم يمكننا أن نقول كمتابعين أننا نتجه إلى أن نصل إلى مرحلة جديدة في الحياة السياسية الجزائرية. الملاحظة الثانية أيضا أن عندما تحدث أن لم يتم حتى بالنسبة للأحزاب التي قاطعت أو أعلنت عدم انخراطها في الانتخابات لم تصدر بيانات أو حتى مواقف سياسية لجهة التحجج أو الاعتراض على أحداث معينة في الانتخابات. كل هذا يقودنا أننا الآن من الناحية السياسية وقياسا بالانتخابات الماضية التي شهدتها الجزائر ربما بعد ساعات قليلة ستكون هذه الانتخابات أو اليوم انتخابي الطويل هو استكمالا لحالة سياسية مريحة جدا للجزائريين. قلنا طوال تغطيتنا في الميادين فتور وعلى أننا كل حال سليم هذا ما يقوله جميع المحللون بطبيعة الحال في رصد بأنه الجزائر ستكون أمام مرحلة جديدة استكمالية لما بدأ في عام 2019 على أكثر من صعيد سياسيا واقتصاديا وما إلى ذلك، مرحلة جديدة تعنونها الجزائر. كل الشكر لكما سليم بوزيدي وسفيان مراكشي.
الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعة هذه النافذة، نلقاكم في حلقة حوارية مفصلة في تمام الساعة 12:30 منتصف الليل بتوقيت القدس الشريف، 10:30 ليلا بتوقيت الجزائر. إلى ذلك الحين دمتم سالمين، والآن عودة إليك كمال. شكرا جزيلا فتون. أعلنت فنزويلا إلغاء الموافقة الممنوحة للبرازيل لممارسة تمثيل مصالح الأرجنتين ومواطنيها على أراضيها. الخارجية الفنزويلية أوضحت في بيان أنه تم اتخاذ هذا القرار بدفع من الأدلة المتاحة فيما يتعلق باستخدام مرافق البعثة الأرجنتينية الدبلوماسية للتخطيط لأنشطة إرهابية ومحاولات اغتيال ضد الرئيس نيكولاس مادورو وضد نائبه ديلسي رودريغيز من قبل الهاربين من العدالة. جرت في فرنسا احتجاجات سياسية ونقابية وشعبية في رد أولي على تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون رئيسا جديدا للحكومة من اليمين التقليدي. عشرات الآلاف تجمعوا في الساحات والشوارع وسط تدفق كبير من قوى الأمن إلى ساحة الجمهورية ومتفرعاتها. هذا وتوعدت جبهة اليسار بحجب الثقة عن الحكومة حال تقدمها في البرلمان، فيما باشر حزب فرنسا غير الخاضع إجراءات مشروع لإقالة الرئيس الفرنسي. النشرة انتهت. لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين في الإنترنت، الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. إلى اللقاء.